أولا أنا عندي مجموعة رسائل اللي بنواجهها يعني. نعم في عجالة فقط. المجلس الرئاسي المجلس الأعلى للدولة والسواحلي عليهم الضغط في إصدار مذكرة القبض على حفتر، المجلس الرئاسي عليهم الضغط على السراج إصدار مذكرة ومستعجلة وتنديد باستمرار، لأن هذه المذكرة وصلنا من بعض الدول أنها تبي تأخذ خطوات متقدمة إلا أنها تنتظر في أي شيء من فهذوما الجهتين اللي هم يدعمن يعني مفروض يمثل فينا أطراف يمثل فبراير مفروض بسرعة يصدروا هذه المذكرة. نحن على تواصل بالجهة اللي مقدم الأوراق في لاهاي وفي حتى في أمريكا، وقاعدين يقدموا لهم في جميع المستندات يطلبوا فيهم الأدلة والمستندات قدموا فيه من أول، وبإذن الله هذا المجرم لن يفلت من القضاء.